السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. سنقوم بتمرين عضلات الظهر والبايسبس في هذا الفيديو إن شاء الله. بداية نقوم بالتسخين جيدا والتركيز على عضلات المستهدفة في التمرين، عضلات الظهر وعضلات البايسبس إضافة إلى الكتف، وقيام بتمارين التمدد. ونبدأ بالتمرين الأول، هو تمرين صح الكاب من الأعلى. هذا التمرين هو المسؤول عن إعطاء شكل 7 أو في للجسد. نقوم بأربع مجموعات وتكرار 12 لكل جولة. من الضروري التركيز وعدم أرجحة الجسد أثناء قيام بهذا التمرين. هذا التمرين يعتبر ضروريا من التمارين الأساسية لعضلة الظهر. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني، وأثناء القيام بهذا التمرين يزيد تثبيت الركبتين جيدا وعدم أرجحة الجسد وتثبيت الظهر جيدا. والآن التمرين الثالث، سحب الدمبل من الأسفل. نقوم بهذا التمرين بطريقة سحب الدمبل من الأسفل إلى الأعلى ثم إلى الخلف. يستهدف هذا التمرين عدة عضلات إضافة إلى عضلة الظهر، عضلة الكتف الخلفية وعضلة البايسبس. قوموا بشرب المياه بين الجولات، فهي ضرورية لدخل الأكسجين في الدم وعدم الشعور بالغثيان أثناء التمرين. التمرين الرابع، سحب الباركور.
يقوم في هذا التمرين بسحب البر نحو المعدة وتقوم بوضع أثقال كبيرة. من الأفضل وضع أثقال خفيفة وقيام بتكرارات كبيرة بين 15 و12. نقوم بهذا التمرين بأربع جولات وتكرارات بين 15 و14 تكرار. التمرين الخامس الديد ليفت أو الرفع المميتة. من الأمثل القيام بهذا التمرين آخر تمرين لعضلة الظهر من أجل أن يكون الظهر تغذية جيدا لتجنب إصابات. ركز على قيام بالتمرين بطريقة صحيحة وحاول ألا ترفع أوزان كبيرة لكي لا تصيب عمودك الفقري. الآن تمرين عضلة الترايسبس. التمرين الأول الدامبلز خلف الرأس. نقوم في هذا التمرين بوضع الدامبلز خلف الرأس ورفعه إلى الأعلى بتكرارات بين 12 و15 تكرار وأربع جولات. نقوم برفع الوزن في كل جولة حتى الوصول إلى الحد الأقصى للوزن المستطاع رفعه. التمرين الثاني دفع الكابل الأسفل. هذا التمرين من التمارين الضرورية والأساسية لعضلة الترايسبس، فهو يساهم في تضخيم وإبراز عضلة الترايسبس بسرعة. نقوم بأربع جولات بين 12 و15 تكرار في كل جولة. ركز جيدا إلى طريقة أداء هذا التمرين. التمرين الثالث سحب الكابل الخلفي. هذا التمرين يقوم باستهداف عضلة ثلاثية الرقوص من كل الجوانب، وهو من التمارين المفضلة لدي لأنه يساهم في خروج وتضخم عضلات الترايسبس بسرعة. ركزوا على طريقة أداء هذا التمرين. نقوم بدفع الكابل من الأسفل إلى الأعلى خلف الرأس، وهنا نكون انتهت حصتنا لهذا اليوم. شكرا لكم.